لاحظنا أن أفضل الممارسات تركز على تقليل التواصل والتفاعل مع العميل، بحيث أن العميل يحصل الخدمة اللي يحتاجها في أقل مراحل التفاعل. يجب أن احنا نقدم الخدمات بطريقة مختلفة، ومن المهم جداً أن احنا نركز على آلية التحسين المستمر والتطوير المستمر، ليس فقط في الخدمات المقدمة ولكن أيضاً في تدريب موظفينا في القنوات المقدمة وأيضاً في اتفاقيات مستوى الخدمة. تفضيلات العملاء في أماكن تواجد هذه المراكز وبعدها الجغرافي عن بعض، ويجب التركيز على تنوع القنوات المقدمة للعملاء، كما يفضل في المراكز وجود شركاء مكملين للمؤسسة الحكومية. وأخيراً يجب الحرص أن القنوات الإلكترونية المتوفرة يجب أن تكون خدماتية تفاعلية، وليست فقط قنوات إعلامية تستخدمها المؤسسة لإبراز هويتها المؤسسية.